أفنان وريم ونورة بكرة حفلتهم، تعالوا خلينا نشوف إيش بيسووا في الغرفة. دام إنه إحنا التلاتة اللي بنزور، شوف الفكرة هذه، في واحدة طلعت تنزل عندها بالأنس، مو حلوة يا جماعة؟ لوين؟ بس اللبان أحلى ما تحسه؟ شوف الصراحة أنا ما اقتنعت بفكرة إنه أول شيء ريم ايش فيك كل شويه تلف وتسحب من البطانيه واحنا نتكلم؟ يا اخي انا مره متوتره بطني يوجعني. طب ايش دخل؟ حفل بكره، انت عارفين ايش حفل؟ ايوه احنا قاعدين نخطط عشان زي كذا. طب ايش فيك متوتره؟ جمهور كبير حيكون موجود. نسيت. ايش رايك نتبادل؟ لا 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 ما ابغى، انا ما ابغى اتبادل معك، انا مالي دخل، انا اخر وحده. لا لا انا بتبادل. بلا بلا خلوني نتبادل. انا اخر وحده. لا أنا آخر واحدة. أنا آخر واحدة. أنا نسيت اللبان رت في الكشري، إحنا ما ندخل. صح. بنات الحين إيش فائدة التوتر؟ ما أدري بس أنا أتوتر إذا نزف أول واحدة. أنا عندي حل. إيش رأيكم ننزف إحنا كلنا مع بعض؟ لا لا لا، كل واحدة لها طريقتها في زفتها. طيب إيش الحل؟ نتصل على لبان ونسألها. هيا. ايوه ابن بيان كيفك؟ انا قلبي تمام. طيب الحمد لله. قبل احنا شو اسمه عندنا موضوع نبغى نحله. اعملي قولي. موضوع الزفه. ايش بقى الزفه؟ لا نورة تبى تكون اول واحده، ولا انا ابى اكون في النص، ولا ريم تبى تكون اخر واحده، ولا ريم تبى تكون اقصد ثاني واحده. طب ايش رايكم انا ازف عنكم واخلصكم؟ ايوه احسن فكره. ايش؟ تعالوا. اول حاجه ريما حبيبي كيفك؟ الحمد لله تمام. نورا كيفك؟ تمام الحمد لله. بكره حفلتكم وهذه ليلتكم، ما نبغاكم تتوتروا. حلو تمام. كل واحده لها دورها وما ينفع اصلا واحده قبل الثانيه، خلاص دخلت الفرقه اول هي تكون اول والثانيه وتبدي كده وهكذا للاخير. تمام. نبغاكم تكونوا واثقين من نفسكم وان شاء الله في حضور كبير عشان قبل. طيب هذا اللي خايفين منه الحضور. طيب انا حاضرين عشانكم، انتم المفروض تفرحوا وتكونوا واثقين بنفسكم، واحنا بنبذل كل المجهود عشان ايش؟ عشان تطلعوا باحلى صوره. تمام. تمام. شكرا. يلا مع السلامه. طيب يا بنات الحين اقتنعتوا؟ ايوه. انا خلاص نورا دخلت اول واحده وانتي دخلتي ثاني واحده، انا دخلت اخر واحده. الحمد لله حتى انا والله طمنت، حتى انا بس فين شوي توتر. خلاص بابا نصحى من النوم نرتاح ونذاكر الصباح ونسوي هينا عشان بكره بعد احنا نلحق لنا ننام. والله لا تسري وين يا بنات. قوموا الساعة 2:30. بسرعة بسرعة قوموا الظهر ترى. الساعة 2:30؟ ايوه يا بنتي بعد الوقت نروح نشرب ونسوي شعورنا. قومي قومي ريم. امانة قومي ريم، بالله عليك قومي لحفل الوداع. ريم قومي ليه لحفل الوداع؟ طيب بس دقيقة دقيقة انا وقتي. لا مو في دقيقة، ما عندنا وقت، انا اعرف دقيقتك زي الناس. قومي اليوم حفل الوداع. حفل الوداع؟ ايوه. طب صحي نورة. يا ربي انا قومي. دقت ساعات الوداع وما أصعب تلك اللحظات. هي 5 أعوام مرت كأنها رياح، لن أنساكم ولا تنسوني، فالإبداع يدوم والذكرى تدوم.
يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر شهر 4.